هاد ناقرتن و ملت العزير بو امش مال دارت هاتن ساعات ددوي شي بسر قرزرق و سيباي بوشر هاشتي سبهي امش مال دارت هاتن ام درنا شنقال بداي تقول نما هوني مسلم بن وتقول مثلا كاتشكش ما برن بداية كاتشكش ما برن قول تقول هكا هون مسلم بن قومي تسلامي دول وفا قرد براسي تخودي هذا النبي جيب بس تبيز بون تزار وادان الجناد دان بخودي ودراسي باشي خضر كاتشك بون جن بون زلام بون ايد كشتي هابون حتى زارو متكريان يخدي وضعي ما خراب وشي أم هك القاعة كده بون أم قلك البايك ده بون إيش ما تفرجك ند ما هك ند هاتن قدنا مرة بن إشارة خسر يخوك نجري من الوابنير جسمي وابنير هات يا مثلا عبد ليوان با أدبرين خدي شاقي كم بشتي مش أراقي برين سو أهل سوري مثلا مش ما تاش دولة تعبوا خدي تلفون أم ناكر بون بازل سوري بون شاقي مثلا شش جارس هاد ما كرينو فروتن هاتي جارك أز فروت باما تصويرك يمدقرنو نشرت Es Duoc en el Kurdistán iraquí, donde miles de yazidíes han encontrado refugio tras huir de la violencia ejercida por el Estado Islámico. Para los que sobrevivieron a la matanza de la ciudad yazidí de Sinjar en el verano de 2014, cuando los yihadistas ejecutaron al menos 5.000 personas, han preparado una enorme ciudad de tiendas de campaña. Los yazidíes, una religión muy extendida en las regiones del Sinjar iraquí de antes de la aparición del Islam en esa zona, son perseguidos por los milicianos del Estado Islámico porque los consideran herejes. Los yazidíes han sido víctimas de un verdadero etnicidio, especialmente los hombres. A las mujeres, si las capturaban con vida, las llevaban cautivas y las vendían como esclavas en los mercados de Mosul y Raqqa. بیر لو بابا تکرد ام اوفیسه کردوا یک اگلا آرمان جکانی ام اوفیسه اویا رزگار کردنی او کسو کارانی ایما که کوتن دستی تیروستان دا ایما بر ریگو جور جور کانی توانی من او جماره رزگاری هم بکن طبعا ایما تعاملی راستو خو اکثر دایرکت لگل تیروستان داعش نیا لو ما ایما پیوسی با جماره کی زور لو کسانه با لکسک بو کسک لیتر بویدیر حتا بتوانین کسک رزگار بکن No solo las mujeres, sino también los niños yazidíes secuestrados por el Estado Islámico son objeto de las investigaciones de la Oficina de Personas Secuestradas. Los menores, después de su conversión al Islam, son adiestrados para que sean milicianos leales e implacables. هذا أسمعنا استرنا إحنا استرنا 200 أطفال يزيدين وإجوا وأخذنا إلى المعسكر الأعفر على مود التدريب. وعلى مقاطع على مقاطع القتل على كنا نضرب على سلاح الكلاشينكوف والمسدس هذول الكفارة بعدوني عن أمي وأبي وبالجبر يدربوني على هالتدريبات وكان بعقلي مو زينة وما كان أريد شيء أصير يعني جندي داعش ودربوني قالوا لي عندك موبايل قلت لهم والله ما عندي موبايل بشيت قلت لهم والله ما عندي موبايل قالوا لي تجذب عندك موبايل جلدوني 250 جلده بس ما اعترفت ما قلت لهم ما انطيتهم موبايلي Aprovechando la confusión causada por los bombardeos, Hussein consiguió escapar y volver con su madre y su hermano pequeño. Ahora espera poder regresar a su pueblo destruido para dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida. ولا شعوري أقول يا رب يتحررون التلحفر والموصل وكل الجهات وأم لا يخلون داعش بالعراق ويخلصون داعش ويرجعون المخطوفين والمخطوفات بخير وسلامة يا قامي يا قامي